السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن شاء الله الفيديو ده عبارة عن عرض للكرتونة وهي فاضية. الجهاز كان معمول له حلقة لوحده، جربناه وشغلناه. اللي حابب يشوفه إن شاء الله نسيبه لكم في التعليق المثبت، ولكن إخواننا اللي عاوزين يشوفوا الكتالوج وإيه اللي مكتوب في الكتالوج ويعرفوا مواصفات أكتر ويشوفوا شكله العلبة، إيه البيانات اللي مكتوبة، ده إن شاء الله هيكون في الفيديو ده. العلبة أهي بتيجي بالشكل دوت كده، أهي أدي اللي مكتوب على العلبة. اللي حابب يعرف المواصفات أهي، وادي العلبه من الجنب دوت اهي ماشي، وادي من الجنب دوت وادي من الجنب دوت ماشي، وادي الباركود ده. ممكن الباركود ده تخش على الموقع او تخش على الداتا شيت بتاعه المنتج كامل يعني. وادي العلبه من تحت اهيت، هنعرض لكم ان شاء الله الكتالوج برضه. هادي الكتالوج بتاعه. حابب يشوف الجهاز نفسه اهوت، هادي الكتيب بس اهي الكيس اهو، وادي اللي في الكتالوج اهو. الكتاب اهو اللي حابب يشوفه دي تقريبا يعني بيقول لك ايه المنتجات بقى، ايه اللي الشركه عاملاها، شركه كراون عاملاها. دي حاجات متهيألي بتاعت سمكره، معدات سمكره وحاجات من ده. دي حاجات اهي اللي حابب برضك يعرف موديلاتها. بص هتلاقي معظم الحاجات ايه، معظم الحاجات 220 فولت اللي هو الجهد بتاع مصر يعني، مش شرط كل البلد تكون 220. وادي باركود برضو ممكن يوصلك لحاجه. وادي الناحيه الثانيه برضو، دي منتجات. ماشي، وادي الكتالوج ده تقريبا الضمان، ده ليه متهيأ لي شهادة الضمان. اللي حابب بقى يعمل لقطة شاشة ماشي، وادي الكتاب التاني اللي معاها، متهيأ لي ده بقى بيانات التشغيل يعني، ودي الوشاش اللي هي بتبقى موجودة معاه. دي وشاش كنا عارضينها واحنا بنشغل الجهاز يعني، تركب بقى ايه حسب بقى التشغيل بتاعك انت عايزه، مثلا ايه الهوا يطلع عامل كده ممكن تركب، مش عارف بقى استاذ يعني. ده كان متهيألي كان في وشاش تانية كمان في الفيديو التاني. وادي الجهاز اهو، دليل المستخدم الاصلي، بقول لك انا دليل المستخدم. بنفتح كده، ادي اللي جوه الكتاب، ده بقى ايه يقول لك دي بتاعت ايه، دي بتاعت ايه. ممكن بقى انت تعمل لقطة شاشة وتعمل زوم. عشان بس ايه صفحاته كتيره بقى، لو حابين ان شاء الله ممكن ننزل لكم التعليق المثبت لو حابب، لو حد يعني حابب يعرف بيانات تانيه او حاجه. لكن اهو متفتكرش بقى الكلام كله، ممكن بقى يكون لغات او حاجه. ممكن نجيب من الاول، نقلب كده عشان ده كتاب كبير جدا. هنا دي كراسه فاضيه كده، هنا اهو ده كلام بالعربي اهوت. حابب بقى يعمل زوم وايه، ده
مش عربي، ده لغة كده زي فارسي ولا حاجة زي كده. لا مش عربي، ده فارسي شكله. اه ده عربي، ده هذه المواصفات اهي. لو خدت لقطة الشاشة وعملت زوم ان شاء الله الكلام ده يظهر لك كويس يعني. هتلاقي بقى اقول لك الحماية ومش عارف ايه بس ادي كده ايه. دي لغة مثلا، وهنا بقى تلاقي لغات تانية بقى، صيني روسي مش عارف ايه. ده بص، متهيألي دي لغة مثلا، خلصت الكتاب ده لغة تاني، ده لغة تاني كده يعني. نفس القصة، هي رجعنا الكتاب كله بس كده. الفيديو بقى لطريقة التشغيل ان شاء الله هتطلع عندكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.